موضوعنا اليوم يثير نقاشا واسع النطاق على اعتبار أن ظاهرة التحرش بالنساء كما نتابع باتت تؤرق العديد من المجتمعات العربية، كما تعرف أيضا أنها باتت تتفجر خلال مواسم الأعياد وأماكن الازدحام الشديد في العديد من المدن العربية. لدينا اليوم في حوارنا أناس يعرجون على كافة نقاط الموضوع أو كافة جوانب المشكلة، بدءا من توصيفها بشكل عام حتى الحديث عن أسبابها، ثم الحديث عن من المسؤول عنها ومن المسؤول أيضا عن الحد من هذه الظاهرة. طلحة رمو هنا يتناول أسباب ظاهرة التحرش في هذه المشاركة، يقول: أظن أن التحرش سببه الثقافة الاجتماعية السائدة والنظرة الدونية للمرأة في مجتمعاتنا على أنها أداة للإشباع الجنسي. هذا بالطبع يقول بالإضافة إلى الكبت الجنسي كما يقول. بالطبع محمد، بعيدا عن الأسباب التي يريدها الكثيرون، هناك حديث عن جوانب أخرى متفرقة عن مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع وسنعرج عليها. إجار معناها إجاني، راني أنا حاضر حمير وكحل وشعر مسيب وجين مكبوس والسرة عريانة، كيفاش ما عادش؟ كله من المخاخ وكله من الثقافة. هو مرض اولا، وثانيا احنا معناتها ما خليناش الصغير يتكلم، ما خليناش الصغير، كل شيء حرام عيب ما تقولش ما تعودش، وهو عنده حاجه يحب يقولها وحاجه مخترعه ياسر احنا سكتنا. الحقيقه كل الاسباب الاسباب التحرش هي اسباب واهيه وغير موضوعيه لاسباب كثيره. يعني اصلا في البدايه حكايه الملبس، ملبس المراه هو سبب التحرش بها، هذا ليس سبب. والدليل على ذلك أنه في السابق المرأة كانت أقل حشمة من الآن. الآن نسبة ألو أتسمعني بوضوح؟ سمعك طبعا، نتحدث عن سنوات سابقة في الخمسينات والستينات والسبعينات كمان. صحيح. أيوه، فكانت أقل حشمة من الآن. الآن نسبة المحجبات في الكرة العربية نسبة مرتفعة حميد، يعني فعلا عدد يعني من يرتدين الملابس المحتشمة في العالم العربي يفترض أنه زاد كثيرا مقارنة بالستينات والسبعينات مثلا، فلماذا نواجه هذه الظاهرة إذن في مجتمعاتنا العربية؟ يعني الموضوع ليس له علاقة بالملبس، أما رأيك؟ مساء الخير. طبعا الموضوع ظاهرة التحرش هي نتيجة طبيعية لثقافة توارثتها معظم مجتمعاتنا العربية، أن المرأة ناقصة الأهلية، أن المرأة حطيناها في إطار وحصرناها بقيم العيب والشرف. لذلك يعني الرجل في المجتمع الشرقي منذ نعومة أصفاره ينشأ على النظرة الدنيوية للمرأة، ينشأ أن المرأة هي ليست شريكة وإنما هي تابعة. لذلك نجد مخرجات التعليم والأسرة، طالما هي بالتالي هي مخرجات التعليم، لا تحترم المرأة وخصوصية المرأة. لذلك تجد الرجل الشرقي عنده ظاهرة التحرش حتى بداخله، معظم الرجال ما يتعلق بشرائح اجتماعية، فما فيش شريحة محددة هي المقتصر عليها القيام بجريمة التحرش الجنسي. التحرش الجنسي بيصدر عن مختلف الطبقات الاجتماعية ومختلف الطبقات الثقافية. في حضرتك دكتور طبيب بيتحرش بمرضته، في دكتور في الجامعة مدرس في الجامعة بيتحرش بتلمذته، في مدرس في المدرسة بيتحرش بتلامذته، في واحد في الشارع بيتحرش بواحدة في الشارع، هو ممكن يكون مش متعلم أو حاجة. ففيما يتعلق بالشرائح الاجتماعية والشرائح الثقافية التحرش منتشر في جميع الشرائح على مختلف علوها أو انخفاض. بالفعل أعتقد أن احنا حققنا نجاحات ملحوظة للغاية فيما يتعلق بالتوعية الإناث بضرورة عدم الاستسلام لعمليات التحرش الجنسي التي يتعرضنا لها نهائيا، وبالعكس احنا دايما بنقول لها ما تسكتيش، بلغي، دافعي عن نفسك، ردي. في بعض الأحيان الأمر بيتطلب رد عنيف، إنها تضرب المتحرش أو تشتمه أو تفضحه في وسط الشارع.
أول ما ابتدينا أسسنا المبادرة في 2012 كان في بنات كثيرة جدا بمعتقدة أن التحرش خطأها هي الشخصي مش خطأ المتحرش. عملنا حملات توعية عشان نرفع مستوى الوعي لدى السيدات والأنسات أن التحرش جريمة بترتكب في حقها وأنها لازم تاخد حقها ولازم ما تسمحش بيها، وأن هي لما بتسكت على أن يتم التحرش بيها فده بيأذي اللي جنبها. لأن هو لما هي هتسكت هتحرش. محرومة مش اقتصاديا ومكبوتة وليس ومحرومة أيضا من فرص التعليم الجيد ومن الرأسمال الثقافي. فكل هذه العوامل تجعل هؤلاء الشباب يعني يعبرون عن فشلهم وعن اكتئابهم وعن حرمانهم وعن ضيق الأفق المستقبلي في الطرف الأضعف. نعم. وهو يعني الجنس الآخر. لكن دكتورة اسمحي لي، نلاحظ أن العنف الجسدي كيف يعني يبدو أن هناك نوع من التناقض في نظر البعض في هذه النقطة، يعني في هذه الفئات تنتشر النظرة أيضا المحافظة للمرأة، ويعني يربى الشاب أو يتصرف الأب أو الأخ على أن يعني أخته حرام، لا يجب أن تكون مشاع لأحد، لا يجب أن يعني تكشف على أحد، وفي نفس الوقت يمارس هذه الممارسات التي تتحدثين عنها. كيف نفهم هذا التناقض بين توجه عام ونظرة محافظة للمرأة في الأسرة لكن المرأة خارج الأسرة مستباح؟ لأن هذه النظرة التي تدعي أنه احترام المرأة هي تحمل في طياتها وفي باطنها نظرة دونية للمرأة، وتمنح الرجل الأهلية بأنه هو المسؤول عن حمايتها.